بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. معكم الشاعر حسن خيرة، شاعر زجال وباحث وفاعل جمعوي ومؤسس مجموعة من الجمعيات بإقليم أربونيتيرا، منها مركز المغربي للشعراء وأدباء الشباب، بيت المبدع، الاتحاد المغربي للزجل، ومركز المغربي للفن والإبداع، وكذلك مؤسس الصالون الأدبي القنيطري. في البداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخبار فجر المغرب على هذه الاستضافة في المقر ديالها، باش نتكلم على مستجدات الساحة الثقافية بإقليم القنيطرة بين قوسين نموذج مهرجان حلالة. كما لا يخفى على الجميع، نقاد إعلاميين مبدعين رياضيين داخل إقليم القنيطرة وخارجه، أنه اتحاد المغربي للزجل فرع القنيطرة الذي أعتبرنا كاتب فرعه، كنا قد أسسنا واحد المهرجان سميته مهرجان حلالة. هذا مهرجان حلالة وصل الدورة ديالو الثالثة، والدورة الأولى كتأسست معنا السيد زين بن العدوي الله يجزيها بخير. الدورة الثالثة وصلت آخر دورة كانت الدورة الثالثة في 12 13 أبريل 2019، لكن للأسف كما مر جميع العالم بفترة كورونا كانت هناك توقفات ثقافية، وطبيعة الحال أشغال وأنشطة الاتحاد المغربي للزجاج توقفت. بعد هذا التوقف يفاجئ المشهد الثقافي البونيتاري بجي أشخاص معينين قاموا أسسوا واحد الجمعية سميتها مهرجان حلالة، وزادوا عليها لفنون القول والتراث. وهذا التأسيس وهذا الاسم هذا لم يأتي اعتباطي، وإنما جاء بواحد النية مبيتة. لماذا أقول نية مبيتة؟ لأنه كما يعلم الجميع أن قاموس اللغة العربية هو قاموس كبير، ولا يعقل أن الأسماء والمصطلحات والحروف التي يضمها القاموس المغربي قاموس العربي، الأشخاص هذه الجمعية ما يلقاوش الاسم ويقتصر فقط على مهرجان حلالة. إذا هناك كاينة واحد النية مبيتة، هذه النية المبيتة كانت بغرض الاستحواذ والسيطرة وسرقة مهرجان حلالة من الاتحاد المغربي للزجل. وحجتهم في ذلك، وكما قال بعض أعضائها حينما استضافهم واحد المنبر إعلامي، قالوا بأنه اتخذوا هذا الاسم مهرجان حلالة من الاتحاد المغربي للزجل بعدما حل مكتب الاتحاد المغربي للزجل، وهذا خطأ. الاتحاد المغربي للزجل سواء المكتب التنفيذي أو الفرع اللي في القنيطرة الذي أشرف برئاسته لم يحل، وبدليل القانون الأساسي، لأن القانون الأساسي هو شريعة جميع الجمعيات. فالقانون الأساسي للاتحاد المغربي للزجل في الباب الثامن، خاصة في الفصل الأول والثاني، ماذا يقول؟ يقول الفصل الثامن، باب الثامن في الفصل الأول والثاني من القانون الأساسي للاتحاد المغربي للزجل، للمؤتمر الوطني أن يقرر بأغلبية أعضائه في حل اتحاد أو اندماجه في غيره من المنظمات. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني يقول: في حالة اندماج تؤول أموال الاتحاد وممتلكاته وتجهيزاته إلى المنظمة التي اندمج فيها، وفي حالة حله تؤول أموال الاتحاد وممتلكاته وتجهيزاته إلى الجهة التي يحددها القانون. بمعنى أنه انطلاقا من هذا الفصل الثامن، فالاتحاد المغربي لم يحل، بدليل أنه لم يجتمع ثلث أعضائه في حله، ولم يخرج ببيان صحفي أو بلاغ صحفي. ثانيا، الاتحاد المغربي للزجل لم يندمج في أي منظمة. ثالثا، في حالة ما إذا اندمج أو هذا، فالقانون واضح يقول بأن ممتلك الاتحاد المغربي للزجل ومكتسبات تؤول إلى الجهة التي يحددها القانون. فليس كل جمعيات تستغل هذه الظرفية الإعلامية وتقوم بالاستيلاء على مهرجان حلال وتقول بأنه الحل وكذا وكذا. فهي كما هو واضح في القانون في الباب الثامن للقانون الأساسي للاتحاد المغربي للزجل، فالاتحاد المغربي للزجل لم يحل، ولم يجتمع أعضائه على ذلك، ولم يخرج ببيان صحفي، والاتحاد المغربي لم يندمج في أي منظمة،
فيبقى الوضع على ما هو عليه. وزائد ان الاتحاد المغربي للزجل فرع القنيطره لم يحل بل لا زال حيا قائما، الا ان هناك استثناء وانه هو انشطه متوقفه نظرا لانتهاء المده القانونيه للمكتب التي انتهت في 17 ابريل 2022، بمعنى ان الجمعيه في اي لحظه غدا نجدد المكتب ان شاء الله ونضربوا على الحائط كل هذه المزاعم الكاذبه. وباعتباري اني ككاتب اتحاد المغربي للزجل انه هذا التصرف هذا غير الاخلاقي والغير انساني والغير ثقافي، انه ما يعجبنيش بطبيعه الحال، وباعتبار أن انسان مسالم وان انسان رجل قانون ولا احب العنف والكل يشهد بذلك الحمد لله، اتجهت الى المحكمه لصرد لي حقي. وفعلا قد تقدمت بواحد المقال مدني الى السيد رئيس المحكمه الذي تقبل مني مظلمتي وشكايتي وحدد لي اول جلسه. المهم هذا المقال المدني هو كان ضد جمعيه مهرجان حدان للفنون القول لانها سرقت الاسم ديال مهرجان حدان. كما قلت بان السيد رئيس المحكمه استجاب للطلب باسم شكايتي وحدد اول جلسه يوم 28 شهر تنبير ان شاء الله في هذه السنه هذه. وانا انتظر وانا كل ثقه في القضاء المغربي الذي يحكم باسم جلالة الملك، واي اي قرار توصل ليه السيد القاضي فانا راضي به. لكن المهرجان ديال الحل ديال الاتحاد المغربي للزجل ديال المهرجان ديال المهرجان، لكن هذه جمعيه اخرى الله يسهل عليهم. وبالمناسبه فانا اناشد السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم القنيطره، واناشد ايضا السيد بوعناني رئيس المجلس البلدي لمدينه القنيطره، واناشد السيد صنور رئيس مديريه وزاره الثقافه والشباب والتواصل باقليم القنيطره أن يتوقفوا جميعا عن دعم هذا المهرجان المسروق لا من قريب ولا من بعيد إلى أن تقول المحكمة كلمتها. فالقانون واضح في هذه المسألة، أي اثنان أو طرفان تنازع في شيء ووصل إلى المحكمة فكل الأمور تجمد وإلى أن تقول المحكمة كلمتها. وللمحكمة المقرة وسع النظر، وأنا مستعد نطبق جميع القرار ديال المحكمة الناطقة أن السيد رئيس المحكمة الذي يحكم باسم جلالة الملك. وتنتمنى نكون حطيت الشأن الثقافي القنيطري والساكن إقليم القنيطرة وجميع المثقفين الصعيد وذلك كانوا يعرفوا مزيان الاتحاد المغربي للزجل، وكانوا يعرفوني أنا شخصيا أنه كاتب فرع وأنا هو المؤسس ديال الاتحاد المغربي للزجل بمساعدة أعضاء المكتب الأول، راهم عارفين الأسماء ديالهم. وقبل الختم كذلك اتقدم بالشكر الجزيل لاخبار الفجر المغربيه على هذه الاستضافه، وشكرا جزيلا للاصغاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.